وبالإخوة ضيوفنا الكرام ممثلين قطاعات المشاركة في هذا البرنامج الوطني للتشجير الذي كلفت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لأجل إعداد ورقة عمل ومخطط الذي من شأنه أن يجند جميع الأدوات وجميع المعطيات وخاصة جميع القدرات المادية والبشرية وأخص بالذكر التنظيمية، عملية ذات طابع وطني تم تبنيها من طرف الحكومة، ويوم أمس بمناسبة دراسة المخطط الوطني للمناخ تم تكليف السيد وزير الفلاحة من طرف السيد معالي وزير الأول لأجل إعداد ورقة عمل على مدى تقدم إجراءات تنظيمية وتحضيرية. وهذا اللقاء اليوم لقاء وطني الذي يشارك فيه جميع ممثلي القطاعات الأساسية والقطاعات التي لها دور أساسي، خاصة ممثلين على مستوى قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من اتحاد الفلاحين، من غرفة فلاحية، ومن ممثلين شركاء الاجتماعيين من نقابات، ومن فاعلين خاصة حول المديرية العامة الغابات والمجمع جي جي آر الهندسة الريفية والمكتب دراسات بني دار والإنراف والعنان وجميع المتدخلين والأدوات لقطاع الفلاحة التي لها دور أساسي في تفعيل وإنجاح هذه العملية. أيضا المنتظر هو إعداد ورقة تنسيق مع القطاعات عند طابع عملياتي تنفيذي الذي سوف نقوم بتنصيب التنظيم على مستوى الولايات، خاصة لجان ولائية التي تمثل جميع المتدخلين على مستوى التنفيذي والقطاعات الأساسية، وأخص بالذكر ممثلين المجتمع المدني اللي عندهم دور أساسي الذي يطلعون به. العملية سوف تنطلق إن شاء الله رمزيا في بداية أكتوبر، وتكون الذروة يوم 25 أكتوبر بمناسبة إحياء يوم الشجرة اللي راح يكون يوم انطلاق الرسمي لبرنامج التشجير على المستوى الوطني. كما تعلمون برنامج يأخذ بعين الاعتبار المساحات والفضاءات تاع الغابات، مساحات الحضرية والمساحات الخضراء في المدن وما جاورها، وعنده ثانك قسم الذي يعتني بالفضاءات الصحراء، وأخص بالذكر جانبه لإعادة تفعيل مشروع الطموح، مشروع السد الأخضر. وبالأمس كان تكليف بمهام من سيد معالي وزير الأول، وأخص بالذكر بمشروع بحث مشروع السد الأخضر الذي يشترط العناية التامة ودراسة التي تم إنجازها من طرف مكتب الدراسات التنمية الريفية البني دار لأجل إعادة بعثه وتوفير جميع شروط إنجاحه. وهذا سوف يكون موضوع اللقاء الوطني المنتظر تنظيمه من طرف إدارة الغابات والفاعلين المتدخلين في فاتح أكتوبر إن شاء الله. راح تكون لنا فرصة لإعادة دراسة هذا المشروع، بحثه بالآليات التقنية والحالية، ودراسة حول كيفيات التعاون الدولي خاصة في إطار مشاريع الأمم المتحدة، مشاريع التي
التزم بها والتزمت بها الدولة الجزائرية في إطار أهداف التنمية المستدامة les objectifs de développement durable à l'horizon 2020-2030. ولهذا يعتبر هذا البرنامج محور استراتيجي وهام اعتمدته الحكومة والدولة وسوف تجند له جميع الطاقات البشرية وجميع التدعيمات الطابع المادي والتنظيمي. ولقائنا اليوم يندرج في إطار تفعيل الآليات الذي سوف إن شاء الله اليوم يكون انطلاقة برامج قطاعية مع التنسيق مع اللجنة الوطنية وتفعيل التنظيم على مستوى المحلي خاصة مستوى الولايات عن طريق تمثيل جميع القطاعات بإشراف السيدات والسادة الولاد وبتنسيق وتأطير محافظي الغابات على مستوى الولايات حول جميع الأدوات وجميع المتدخلين من التنظيميين والإدارات والمنظمات الجمهورية ولا الشعبية ولا المجتمعاتية والشركاء الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين. هذه راح تكون فرصة لبعث وتعزيز ثقافة التشجير والمحافظة على المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وخاصة الإجراءات التي سوف تتخذ لأجل تشجير المناطق الحضرية وأخص بالذكر المناطق الصحراوية المدن الصحراء التي تتميز بحدة الحرارة وهذه العملية تهدف إلى تلطيف هذه الأجواء وبث روح الحياة يعني الطبيعية والحياة الكريمة وتوفير جميع شروط الرفاهية على مستوى المعيشة. إذن المنتظر اليوم هو خارطة طريق أولية المتوزعة على القطاعات، كل قطاع مشارك يعطينا الرؤية ويعطينا الإجراءات الذي سوف يعني يتخذها على مستوى قطاعه انطلاقا بقطاع التربية، قطاع التعليم العالي، قطاع التكوين المهني، قطاع الصحة، قطاع الداخلية، قطاع البيئة، كل له وجود وله دور يلعبه في إطار هذا التنظيم. وفيه جانب أيضا تطرقنا له على مستوى الحكومة هو جانب التدعيمات المالية، يرجى أيضا إيجاد جميع الصيغ وجميع آليات لتدعيم هذا المشروع من طرف القطاعات المعنية لمشاركة في هذا العملية ذات طابع وطني وطابع إنساني وطابع عالمي في إطار التزاماتنا مع مخطط الوطني للمناخ الذي سوف يقترح غدا إن شاء الله على مستوى مقر الأمم المتحدة بنيويورك وعلى مستوى التزاماتنا كدولة على أهداف المسطرة في إطار أهداف التنمية المستدامة وفيه يعني التزامات أخرى الذي يتطلب منا يعني أخذ جميع الإجراءات لأجل إنجازها في وقتها المحدد واحترام التزاماتنا على مستوى الدولي. وأظن لكم جلسة عمل سوف نرى النتائج الأولية قطاع بقطاع بعد الورقة العمل التي تقدمت بها إدارة الغابات فيه نظرة قدمتوها لحسب الاجتماع الأخير لأجل تنسيق تدخلات القطاعية في الزمن لأنها العملية راح تدوم تبدأ من أكتوبر وتدوم حتى لأواخر شهر مارس
ولكن جميع الإجراءات اتخذت على مستوانا لأجل توفير الشجيرات وتجنيد المشتلات وأمور اللوجستيكية باش نكونوا في الموعد لأجل إنجاح هذه العملية لتكون فرصة للمشاركة جميع الفاعلين في المجتمع على مستوى التراب الوطني. وشكرا.